ما خلينا نحكي عن الفقرة الطبية اللي يمكن كثير من الأسئلة بتكون حواليها وبننتظر دائما الدكتور لحتى يكون عنده الجواب الشافي. مثل ما بنقول اليوم بطانة الرحم المهاجرة هي من المشكلات طبعا الصحية الشائعة بشكل كثير كبير بين الفتيات والنساء بشكل عام، لكن تشخيصها بشكل صح هل يتأخر وليش؟ هي الأسئلة رح يجاوبنا عليها الدكتور رأفت بحصاصنا. لك سعدي صباحك دكتور، أهلا وسهلا. الله يعطيكم العافية، صباح الخير يا رب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش مع حضرتك، كمفهوم بطانة الرحم المهاجرة شو بنقصد فيه وشو أسبابه؟ تمام، هلق من اسمها بطانة الرحم المهاجرة، وبالتالي هي توضع غير طبيعي لبطانة الرحم. بطانة الرحم كما نحن نعرف من اسمها بطانة الرحم، فهي الخلايا لازم توضع ضمن جوف الرحم، وبالتالي أي توضع إلى خارج هذا الجوف فهو يعتبر شيء شاذ. هلق بطانة الرحم المهاجرة إلى عدة نظريات تفسر هذا القصة، أهم هي نظرية الطمث الراجع، بأنه الدم تبع السيدة بدل ما يخرج عبر السرير التناسلي فات على البطن وعمل انزراعات ونمت هذه البطانة داخل البطن وعملت الأعراض. في نظريات هي نظرية الحقول ونظرية الأصل الجنين المشترك، ونظرية في نظرية فسرت حاولت تفسر الأماكن البعيدة هي الطريق الليمفاوي، بأنه هذه الخلايا عبرت عن طريق العقد الليمفية وعن النزح الليمفي وتوضعت بأماكن بعيدة. مثل في حالة هي لسيدي عم بتعاني من نفث دم متكرر شهري، طبعا اول شيء كان متوجهين صوب السرطان ويعني او الخباثي، ولكن اخر شيء طلعت هي عباره عن اندوميتريوز بالاسناخ الرئويه عم بتعمل لها هذا النزف الشهري. هلا بالتالي يعني ما في هذول الخمس نظريات، ولكن لا يوجد دليل علمي مثبت على الآلية الحقيقية لحدوث الاندوميتريوز، ولكن أكثر نظرية مدعومة هي الطمث الراجع. هلا الاندوميتريوز احنا بنشوفه بأماكن كثير بجوف البطن، ممكن نشوفه على المبيض، ممكن نشوفه على الرباط الرحمي العجزي، ممكن نشوفه على رتج دوبياس. هو له علاقة دكتور شيء بسماكة بطانة الرحم اللي بنسمعها حسب الحكي الشائع او هذا الشيء وهذا الشيء؟ لا هذيك سماكة البطن، سماكة بطانة الرحم احنا بنفوت بقصص ثانية. احنا هون لما بنحكي عن الاندوميتريوز عم نحكي عن انزراع غير طبيعي لخلايا بطانة الرحم، فبالتالي نحن مشان ما يكون في شيء بصم او والله انا مثلا سيدي تحفظ مثلا 1 2 3 معناتها يا معي اندوميتريوز يا ما معي. هلا الانزراعات المختلفه وامكانيه الانزراعات المختلفه للخلايا تعطي اعراض مختلفه. هلا نحن هسه شوي رح نحكي عن الاعراض، بس انا بدي نوه لفكره كثير مهمه تخص الاندوميتريوز وبتخص الوضع الراهن. هلا نحن بنسميها هو داء السيدات المثقفات. ليش داء السيدات المثقفات؟ لانه عمليا هو له عامل خطوره، تقدم بالعمر وتاخر بالحمل، وبالتالي مثلا الفتره هاي الفتيات معظمها توجهت للدراسه، توجهت لتاخر بالزواج، حتى الوضع الاقتصادي والمادي ايضا صار ياخر الزواج، وبالتالي نحن صرنا نشوف الاندوميتريوز زادت عوامل الخطوره، وهو لازم دائما هاي نحطها دائما ببالنا. طيب دكتور اذا بدنا نحكي عن الاعراض او مؤشرات اساسيه ممكن تلاحظها سواء الصبيه او حتى المراه المتزوجه، شو هي الاعراض اللي بنقول احنا هون ممكن نشك ببطانه رحم؟ تمام، هلا اهم شغله احنا بدنا نحكي عن ثالوث الاندوميتريوز اللي هو عسر الطمث وعسر الجماع وعسر التبول. هلا نحن رح نحكي عنه اول والاهم هي عسره الطمث، هي اهم لانه في مثل ما حكينا هو طالما للعازبات فهي ما رح تحس بعسره الجماع. هلا عسرة الطمث اللي بيميزها انه هي عسرة الطمث الثانوية، احنا في فتيات كثير بتعاني من عسرة الطمث بتبلش قبل بيوم من الدورة، ذروتها أول يوم من الدورة وثاني يوم بتبلش تخف وبتنتهي بانتهاء الدورة، أما عسرة الطمث المرافقة للإندوميتريوز بتشتد أول يوم وثاني يوم وما بتنتهي، ما بتخف وما بتنتهي بانتهاء الدورة، وبالتالي نحن هون بنتوجه انه في عنا مشكلة. هاي كعرض رئيسي. هلا الأهم عاد تصير حسب انزراعات الإندوميتريوز. هلا مثلا هذا الاندوميتريوز عمل لي كيسه شوكولاتيه على المبيض، كبرت هذه الكيسه، عملت ايضا صارت اعراض الى الالم الالتصاقات. نحن الاندوميتريوز الاساس فيه هو الالتصاقات، يعني الالتصاقات وافراز زائد للبروستاجلاندينات. هلا افراز زائد بده يقبض الاعضاء المجوفه، بده يعمل مغص، بده يعمل الم. هلا في مثلا متلازمه وحلوه كثير هي صراحه، يعني لما الواحد هيك بفوت بتفاصيلها، لما بتوضع برتج دوكلاس اللي هو بين المستقيم والرحم، الفكره انه بتصير هذه السيده تعاني من اضطراب بعادات التغوط، امساك واسهال، وممكن تصير حتى عندها حركات البطن مؤلمه، يعني المريضه بس يصير في عندها حركات تموجيه بتتالم، بصير في عندها عسر التبرز. هلا ممكن احيانا بتتابع عند طبيب هضميه وبتتابع عند كذا،
وممكن احيانا يغيب التشخيص ولكن هي اخر شيء بيطلع المريضه اندوميتريوز. طيب خلينا نعرف كيف ممكن يتشخص بالشكل الصحيح، يعني مثل ما انت قلت حضرتك اوقات ممكن تفكر انه هي اعراض هضميه يروح عن بالها انه هي اعراض نسائيه، هل الايكو مثلا الفحص لازم تعمله بشكل دوري او شو الفحوصات؟ تمام، هلا الاهم بالذات بالنسبه للاندوميتريوز هو القصه المرضيه المفصله. هلا لما تجي انثى عم بتعاني من هالاعراض، هلا كثير في اطباء وخصوصا اذا كانوا ذكور او كذا بيتنحوا عن انه يسالوا عن العادات الطمثيه او اذا الدوره منتظمه او عصره الطمث او كيف عم بتكون عصره الطمث، فما بيتم ذكر هذا الموضوع. فاحيانا كثير حتى في مريضات بالاندوميتريوز كانت تعتبر كولون عصبي ومشخصينها كولون عصبي لفتره منيحه، يعني عم تاخذ علاجات وهي اندوميتريوز نظامي. هلا الفكره الاساسيه باخذ القصه المرضيه المفصله انه هذه الفتاه عم بتعاني او هذه السيده عم بتعاني من الم طمثي، هذا الالم الطمثي ما عم ياخذ صفات الالم الطمثي الاولي اللي بخف بعد ثاني يوم بينتهي مع انتهاء الدوره. في عند المريضه الم شديد عم بيكون على الدوره، ممكن مثلا احيانا توجه من ثقل الدورات، ممكن المشاكل اللي عم بتصير، ممكن احيانا الالم البطني المستمر، يعني هو بيعمل الم حوضي مستمر مثل ما حكينا الانزراعات بيعمل. احيانا المريضه بتكون حتى اجرى مثلا اذا كانت الانزراعات صوب احد الاجرين اكثر او قريبه على الاعصاب، وبالتالي المريضه بتكون كمان ممكن تتوجه لطبيب عصبيه انه هي اجرى بتجعها. وصارت المره الماضيه انه هي فعلا في مريضه كانت عندها ألم بالإجر اليمين وكانت فعلا تعب وكذا، وراجعت أكثر من طبيب عصبي وما تحسنت. طبعا كان في عندها كيسة اندوميتريوزية كبيرة على المبيض الأيمن وعاملة انزراعات على الجدار ولتحت، فهي المريضة كانت هاي الكيسة عم تعمل لها ألم كثير فظيع بالرجل. المعيار الذهبي للتشخيص هو تنظير البطن. ما فينا نحكي نحن عن الإيكو، الإيكو ممكن يكشف لنا بس الكيسات الشوكولاتية وصفاتها واضحة على الإيكو. اما تنظير البطن هو المعيار الذهبي، بنفوت بنشوف الانزراعات بعيوننا، بنشوف طبعا تاخذ الانزراعات الوان مختلفه تحت تنظير البطن، وبكون تنظير البطن تشخيصي وعلاجي في نفس الوقت، يعني احنا بنفوت بنشوف هذه البؤر بيتم تخثيرها وبيتم فك الالتصاقات لاراحه المريضه. هلا هون نحن عادي يعني رح نحكي اذا بس نحكي بالعلاج رح نحكي عن اكثر من خطوه. هون دكتور كنا بدنا نسالك نحن بما انه عرفنا انه هو يمكن صعب شوي التشخيص او بده دقه كثير كبيره، لكن اذا بدنا ندخل بالعلاج هل الناحيه الدوائيه هي كافيه وامتى بنلجا للجراحه او حتى للتنظير؟ تمام، هلا هون العلاج يعتمد على هذه السيده وتوجهاتها. اولا هل هي انهت مرحله الانجابيه ام لم تنهي، هي عازبة او متزوجه، يعني هي بدها بعد اولاد او ما بدها بعد اولاد، شو شده الاعراض اللي عم تصيبها. نحن في حالات من الاندوميتريوز هي معيقه للحياه، معيقه لحياه السيده، بتشوفيها بشكل شديد جدا ومرعب. في حالات تكون خفيفه، واللي بدي اكده انه لا يتعلق شده الالم والاعراض بالمرحله الحقيقيه للاندوميتريوز. يعني ممكن سيدي تعاني من اعراض شديده وتعب وكذا وتلاقي الامور جوا رايقه وما لها الدرجه في الانزراعات، ممكن العكس تكون الاعراض متوسطه وخفيفه يكون جوا في انزراعات كثير. بالتالي نحن في عندنا خطين، العلاج الدوائي والعلاج اللي هو نحن اساسه تنظير البطن وكي الانزراعات. هلا العلاج الدوائي في له اكثر من خط، في نحن مثلا احدى الخطوط اللي بيستخدموها هو اعطاء مناعات الحمل بشكل مستمر، في عندي الميدروكسي بروجسترون. هلا بس الاساس بالعلاج الدوائي هو التاثيرات الجانبيه اللي ما بتتحملها صراحه السيده، يعني مثلا كان يستخدم الدنازول، بس الدنازول له اعراض ذكوريه بتصير عند سيدة أعراض ذكورية مزعجة، تمام؟ بالإضافة مثلا نحن العلاجات الهرمونية نحن بنلجأ لشغلة بالعلاجات الهرمونية سواء المشابهات الجي ان ار اتش أو بشكل عام الميدروكسي بروجسترون، نحن عم نوقف لها الطمث لهذه السيدة، فنحن عم ندخلها بما يشبه سن الإياس. ممكن هي تعاني من جفاف مهبل، ممكن تعاني من هبات، ممكن تعاني، وبالتالي نحن بدها تكون هذه القصة ببالنا، فبالتالي بيتم المناقشة والعلاج الصحيح مع السيدة نفسها، خيارات العلاج المتاحة، درجة الاندوميتريوز، الهدف من العلاج هو الهدف إراحتها من الألم، هل هو الهدف الإنجاب؟ احنا لما نقول الاندوميتريوز هو بيعيق الإنجاب دكتور طبعاً. احنا لما نقول عن الاندوميتريوز والالتصاقات فهو سبب لتأخر الإنجاب وسبب للعقم
وممكن ينفك الالتصاقات وما تنجح، وممكن حتى يأثر على طفل الأنبوب على الأقل الأساس بفكرة الإندوميتريوز. غير الالتصاقات هو كثرة إفراز مادة البروستاكلاندينات. مادة البروستاكلاندينات هي مادة مقبضة، فلما بيكون في عندي نسبة كبيرة من البروستاكلاندينات عم بتأثر على تعشيش الحمل الباكر، وعم بصير في انقباض بالرحم، وبالتالي عم بصير في اسقاط عفوي بمرحله مبكره جدا قبل ما حتى سيدي تعرف. وبالتالي احنا كثير بهمنا نخفض نسبه هذه البروستاكلاندينات، نكوي هذه المناطق بشكل عام، وبالتالي تحسين فرصه الانجاب لدى السيدي وتحسين نتائج الاي في اف. اذا وبالتالي احنا ليس فقط انه مثلا هذه ممكن تحمل بشكل عفوي، احنا ممكن اذا ما حملت بشكل عفوي الاي في اف لازم لتتحسن نتائجه هي علاج الاندوميتريوز. دكتور، في كتير سيدات بيصادفون حالة، يعني نحن صرنا نسمع مؤخرا كتير منهم بيتعرض للكيسات المبيض وليس المبيض المتعدد الكيسات، اللي هي ممكن مرة اجتها بالسنة وتعالجت منه وبعدين تشخصت انه صار الرحم نظيف وما عنده اي مشاكل. في منهم طلع لهم كيسة دموية كمان تعالجوا منها وبعد فترة ما بيطلع في اي مشاكل. هل هن هدول السيدات بيكونوا معرضين لينصابوا بهيك شيء اكتر من غيرهم ام لا؟ يعني ما في عوامل معينة خلينا نقول انه هي بتدل انه هاي السيدة ممكن تنصاب اكتر من غيرها او الصبية؟ هلا نحن بس نكون بالصورة، انت الكيسات اللي عم تحكي عنهم هي كيسات المبيض البسيطة او كيسات المبيض الوظيفية. هلا كيسة المبيض الوظيفية هي تنتج عن اضطراب هرموني، هي بتنتج عن اضطرابات الدورة الشهرية. عكس ما الواحد بفكر، يعني في معلومة هيك شائعة بانه الكيسة هي اللي بتعمل الاضطراب، لا، الاضطراب هو اللي بيعمل كيسة تقريبا. فهي الفكرة هيك تنشأ الكيسات. بس نحن لما نحكي عن الاندوميتريوز، الاندوميتريوز متعلق بالكيسات الشوكولاتية، ماشي؟ كيسات الاندوميتريوز هذه الكيسات لها علاقة بالانزراعات. لما بصير في انزراعات على سطح المبيض بتصير هذه الكيسة كل فترة عم تنزف، كل دورة عم تنزف، وعم تنزف ضمن جوف مغلق وعدي دورات، تمام؟ فهي بتتجمع وبتكبر. هلا الاهم بالاندوميتريوز لازم نحن نعرفه هو النكس. الاندوميتريوز قد ينكس وقد ينكس بشكل دائم، يعني وفي سيدات احيانا بتضطر لاحداث ظهي عندها، انه هذه السيده اذا ما عملت لها ظهي رح تضلها تنكس الاندوميتريوز عندها. وفي سيدات كمان ما بتقدر توصل للمبيض، لما بتفوتي بالتنظير وهيك ما بتقدر توصل للمبيض من كثر الالتصاقات من كثر الانزراعات. وبالتالي هدول ممكن مثلا يكون عندهم كيسات اندوميتريوزيه كل فتره يطوروا كيسات اندوميتريوزيه. اما انه كاله علاقه الاندوميتريوز بالكيسات الوظيفيه، لا، الكيسات الوظيفيه لها منشا والكيسات الاندوميتريوزيه لها منشا. اليوم دكتور يمكن في تخوف يعني بالدرجه الاولى عند الفتيات لما نحن بنقول انه تنظير ومبيض والرحم، خاصه للفتيات او حتى للسيدات يلي ما عندهم حمل ابدا، فممكن نحن اذا بدنا نقوم بالطرق العلاجيه ممكن استئصال الرحم او هذا الشيء ممكن يكون بعيد او ما له من ضمن الحلول. هلا الفكره انت لما نحكي نحن اول شغله استئصال الرحم بيدخل بالادينوميوز. هلا الادينوميوز هو صنف خاص من الاندوميتريوز بيحدث اندخال لبطانه الرحم داخل الرحم، بيعمل لها عند السيدي، بتكون سيدي ولود متعدد، يعني عنده اكثر من ولد، يعني شرط هذا الشيء. وبيكون بصير في عندها دورات غزيرة، بصير يعمل لها فقر دم، وبصير في عندها ألم على الطمث. بس هذا تختلف عن الاندوميتريوز، هاي ساعتها نحن بنلجأ لاستئصال الرحم، لاستئصال المبيضين. بس كاستئصال رحم، هلا نحن مثلا عند سيدي شابي او كذا، انت ما بتلجئي لاستئصال الرحم، انت مثلا ممكن هون تلجئي للظهي، اجراء ظهي عند المريضة، تخلصيها من القصة هاي كلها. ولكن يعني اجراء الظهي او العلاج الدوائي الدانازول او غيره هو خطوط بعيدة، لانه يعني انت بدك تراعي كمان الانثى، بدك تراعي طبيعتها. يعني تخيلي مثلا يخشن صوته على الدنازول، ما بتسمح كل حياتها حتى اذا ارتاحت من الاندوميتريوز. في حال وقفت الدواء دكتور ما بتروح هي الاعراض؟ هلا الدنازول اعراضه صراحه خاصه اعراضه الذكوريه، اعراضه الانسحابيه قليله، يعني انت مثلا بعد ما تخلصي مثلا هي صار عندها شعرانيه، صار عندها خشون صوت، انت هون عاد ما بتسمح كل حياتها حتى اذا عاد اكيد طبعا الاندوميتريوز بتضلها تدعي عليكي. فهي الفكره انه مثلا هون مثلا التنظير، المانعات الحمل المستمرة، الميدروكسي بروجسترون اللي هو أصلا بيستخدم كمان حمل حقن، تمام؟ فهي مثلا لست شهور عم توقف عند الدورة لست شهور. في مريضات تستجيب بشكل حلو كثير على أوبر الميدروكسي بروجسترون، لأنه يعني من الأساس يعني مانع حمل وبيعمل ضمور بالبطاني وكذا ترتاح. بس عم بقول لك العلاج يتعلق بما هو، ما هو هدف العلاج؟ هل هو قصد الإنجاب؟ هل هو قصد إراحة المريضة؟
ما هي شدة الأعراض، قديش مأثرة على حياتها. يعني تخيلي مثلا إذا كانت أنثى موظفة تضطر مثلا كل شهر عند 10 أيام أو 12 يوم تغيبون وتغيبون لأسباب شديدة، هي ما بتقدر تداوم. تنشر بالعوة دكتور. طيب دكتور خلينا نحكي اليوم كمان، هل هي فينا نقول انه هي بتشفى او لا في حالات مثل ما انت قلت متعدده؟ هل في شفاء مع هذا العلاج او هلا؟ اولا حسب الحاله المراجع، تمام. هلا يعني في سيدات بتراجع بمرحله متاخره، احنا لما حكينا عن التصاقات كثير بجوف الحوض وبالبطن، فانت عمليا في انزراعات ما رح تشوفيها بالتنظيف، تمام، والتصاقات لتحت، وانت بتخافي مثلا فك الالتصاقات ممكن تاذي الامعاء، ممكن تاذي الاوعيه الكبيره، وخاصه بالالتصاقات الشديده. يعني انا اسف للمصطلح، بس يعني احيانا في سيدات بتلاقي الحوض عندها مثل صبه البطون، انت ما شايفه شيء، صبه بطون حرفيا، لم بين معك رحم، لم بين معك مبيض، لم بين معك شيء. هي الفكره، هذه الحالات تعتبر من الحالات الصعبه جدا. هي حالات ساعتها نحن نلجا للدواء بشكل اكيد 100%، بدك تحثير الظهي. ولكن المرعب هو قديش عمرها هاي السيدة. انت بتعملي لها ظهي، ولكن مثلا اذا انت مثلا عملتي لها ظهي لمريضه، وهو اللي قلق الاطباء النسائيين بيخافوا منه، لما تعملي ظهي لمريضه شابه ويصير في عندها تخلخل مفاصل، يعني انت عم تعاملي سيدة عمرها 30 سنه بمفاصل عمرها 70 سنه. وبالتالي العلاج هو سلاح ذو حدين، بده يكون الواحد حذر جدا. العلاج الدوائي ممكن يكون له فعاليته بهذه الحالات اللي بتكون كثير في التصاقات اكثر من التنظير، ولكن بنفس الوقت في له تأثيرات جانبية بده يتراعى حسب حالة السيدة. برأيك دكتور، هل من الممكن يكون موجود بحياة السيدة أو الفتاة يمكن طرق وقائية لحتى تحمي حالها من هذا الشيء، أو طالما مو معروفة الأسباب فالوقائية بتكون صعبة؟ هلا في دراسة حلوة بأنه اكتشفوا أنه نظام الأكل السيء واللي بيعتمد على المأكولات الجاهزة بشكل كثير كبير هو عم بيزيد صراحه من سوء اعراض الاندوميتريوز، وعم بيزيد من شده حدوثه. هلا هي تبقى دراسه وتبقى يعني لزياده حدوث اعراضه، يعني وبتساهم بسوء الاعراض. هلا نحن بس يعني بدي اقول كلمه حسب المراجع الاجنبيه، بس يعني الواحد بده يدرس او شيء، دائما اول شيء هو بيقولوا لك تحسين نمط الحياه، ابتعاد عن التدخين، اجراء رياضه، غذاء متوازن، خضروات وكذا، لانه فعلا هو الاساس هو الاكل. ولكن نحن الفترة هاي يعني كل الأكل يعتبر أكل غير صحي، ودرجة العادات إنه حتى نحن يعني مثلا يعني نحن كأطباء يعني تعي قولي قطعيني ما بأكل أكل صحي، شو سلقوا ومدري شو، يعني ما حدا بيأكل هالأكل. وبالتالي هي هاي الشيء الوحيد اللي يعني بقول لك له علاقة بالدراسات، نخفف شوي من له علاقة بالدراسات العلمية. هلا حتى المريض متعدد الكيسات اللي زاد شيوعه، المريض متعدد الكيسات هو غير انه هو بيترافق مع مقاومة الأنسولين بشكل أساسي، هو المأكولات الجاهزة والكثرة الحلويات تمام. والقصص هاي كمان لها علاقة بشكل كثير كبير بهذا الأمور. أكيد دكتور، يعني مثل ما حضرتك قلت كثير بنسمع عن هذا الشيء، عن نمط الحياة، وخصوصا هلا صاروا يقولوا في أمراض ارتبطت بهذا العصر، يعني صارت موجودة بكثرة. هذا النوع من الأمراض قد ايه نسبته بين المراجعات عندك بالعيادة إذا فينا نقول؟ يعني مثلا نحن بنعرف السرطانات، يعتبر سرطان الثدي من أكثر الإصابة أو الأكثر شيوعا حاليا للسيدات، هل يعتبر هذا النوع شائع حاليا أم لا أنه هو أخف؟ هلا أنا بدي علق على نقطة. هلا نحن لما بنحكي عن شيوع ما بناخذ على مراجعات، انا اسف لهالكلمه، بس احنا ما بناخذ على مراجعات او نسبي، احنا بناخذ هذا اذا بدنا نمشي عليها على دراسات عالميه، على ريسيرش انعملت وكانت مثلا عشوائيه. هلا الفكره انه البداني هو مرض العصر بشكل عام، اذا البداني مرض العصر، احنا لما حكينا عن البداني مرض العصر، وبالتالي كل ما يتعلق بالبداني صارت تزداد نسبته، مو عند طبيب واحد، عند كل الاطباء. هلا هسه الفتره هاي رغم انه في مبالغه من ناحيه المبيض متعدد الكيسات وتشخيص مبيض متعدد الكيسات، ولكن في حالات كثير ومثل ما حكيت، وخاصه انه على النمط الغذائي، الماكولات الجاهزه، القصص هاي. هلا في مثلا اناث من الاساس بيكون عندها مبيض متعدد الكيسات، بس هي نمط حياتها صحي، هي بتلعب رياضه، هي بتكون امورها افضل بكثير، حتى هي احيانا ما بتحتاج للعلاج الدوائي. في اناث للاسف لا، يعني وبالتالي فهي هاي الامراض زادت نسبه كثير كبيره، واصبحت البداني تؤثر على نسبه كثير كبيره من الاشخاص. زادت المراجعات، لسه مثلا معظم المراجعات انت بدك بشكل عام عند اطباء النسائيه هي مبيض متعدد الكيسات صراحه، يعني تمام، يعني هي كثير مزعجه هاي القصه. هلا الاندوميتريوز، يعني انا بقول لك انه الفكره لانه الانثى
نادرا ما تراجع من اول مره طبيب النسائي. هي هاي الفكره. يعني شفنا حالات مشخصه قولون عصبي، شفنا حالات كانوا متوجهين للخباثي، متوجهين للمشكله، تمام؟ الفكره والاعراض المتنوعه، يعني مثلا بالجامعه وكذا بقولوا لك ثالوث، عسره طمث، عسره جماع، عسره. هلا طيب مثلا اذا كانت هذه الانثى غير متزوجه ما عم بصير عندها الم عند الجماع، ومثلا عسره الطمث بتقول لك انه بتروح، او مثلا هي بتلتهي او بتاخذ مسكنات ومسيطر عليها وكذا، ما راح تراجعك دغري، تراجعك بمرحله متاخره. اللي بدي اكد عليه انه في اكثر من عرض ممكن يكون مشترك، يعني مثلا نقول عسره الجماع اذا كان في كيسه مبيضيه، كيسه على المبيض ممكن تعمل عسره الجماع، ممكن تعمل عسره الطمث، تمام؟ فهي بالتالي الاعراض شوي متشابهة. نعم. متشابكة، وبالتالي قلت لك الأساس هو القصة المرضية المفصلة عند هذه السيدة. نتشكرك كثير دكتور على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، ونتمنى اكيد الصحة والسلامة لجميع السيدات. شكرا لك دكتور، الله يعطيكم الف عافية يا رب. شكرا كثير لكم، شكرا للاستضافة. شكرا لك، اهلا وسهلا. شكرا.